النجاح قد يكون خدعة. أمر غريب نسمع بهذا الموضوع أنه النجاح قد يكون خدعة. كثير من الأشخاص هو من أحد أحلامهم أن يكونوا ناجحين، أو من أهم أحلامهم أن يكونوا ناجحين، لكن أن يكون النجاح خدعة فهو موضوعنا اللي راح نحكي عنه اليوم. لحتى نحكي عن النجاح إذا كان خدعة أم حقيقة، لازم نحكي عن عناصر النجاح. عناصر النجاح كثير من الأشخاص أيضا حكوا عنها، ولكن في عنا عناصر نجاح مميزة لازم نحن نعرف نميز من خلال النجاح وبين الشيء الآخر اللي هو قد يكون خدعة النجاح. عناصر النجاح يلي هي ممكن تثبت لنا إذا نحن أشخاص ناجحين أم لا. أول شيء الشغف. لما نكون أشخاص شغوفين لازم نعرف تماما أنه نحن بأول درجات النجاح، لأنه كل شخص يعمل عمل لا يحبه قولا واحدا فهو شخص غير شغوفي، وبالتالي قد يفشل، وهو مثل ما حكينا بذرة النجاح. العامل الثاني هو الرؤية المستقبلية. كل شخص يملك رؤية مستقبلية، ولكن بعض الأشخاص بيملكوا رؤية مستقبلية قد لا تكون تمد للهدف بصلة. فنحن كأشخاص بحاجة كتير يكون عندنا رؤية مستقبلية مختلفة عن الرؤية العشوائية اللي نحن بنعرفها، اللي هي الرؤية المركزة نحو هدف معين ومحدد. وهون تبدأ الخدعة. بعض الأشخاص بيعتقدوا أنه أحلامهم هي كافية لحتى يوصلوا لمرحلة النجاح، فبصيروا يثبتوا ذاتهم بأي شكل من الأشكال، بيحاولوا يبعثروا حالهم ببعض النشاطات، أحيانا بتكون تطوعية، أحيانا بالتوظيف، أحيانا بالقراءة، ولكن قد تكون عشوائية ولا يصل إلى المرحلة التالية اللي هي مرحلة التخطيط. مرحلة التخطيط تكشف عيوب الشخص الغير ناجح، أو تكشف عيوب الشخص الذي يبحث عن إثبات الذات ولا يبحث عن النجاح كما يعتقد. وجود التخطيط بحياتنا أمر مهم جدا، هو يعري كل الأشياء يلي نحن قد الشغف يوضعنا بمطبة، يلي ممكن المشاعر أيضا توضعنا بمطبة. الشغف يؤدي مشاعر، وبالتالي قد تكون هناك أحلام غير واقعية. التخطيط هو وضع الأهداف في سدة الواقع. عندما نذهب إلى التخطيط فنحن نذهب إلى الإمكانيات الحقيقية والواقعية، فهون تبدأ بإنجلاء هاي الخدعة. هون كتير أشخاص بيقولوا لي أنا شخص ما بقدر أني كمل بهدفي، بوصل شهر شهرين ثلاثة بشتغل على هدفي بوقف. ليش؟ لأنه كان في شغف ولكن لا يوجد تخطيط، وأحيانا تشويش في الرؤية المستقبلية. إذن حكينا عن ثلاث عناصر، العنصر الأول هو الشغف، العنصر الثاني الرؤية المستقبلية، العنصر الثالث التخطيط. هلأ بلشنا بالجد. الناجح يظهر في التنفيذ. عندما تنفذ وتنجح فأنت قد قطعت المراحل الأساسية اللي أنت لازم توصلها بشكل طبيعي بمرحلة النجاح، ولكن الخدعة تنتهي عند منطقة الرؤية المستقبلية أو منطقة التخطيط. إذن لما بنحكي عن النجاح كخدعة لازم نعرف موقعنا نحن كأشخاص وين كانت أخطائنا. مرحلة التنفيذ هي من أهم المراحل، لأنه بهاي المرحلة تنجلي كل الكواليس ويظهر الشخص على مسرح الحياة. إما يظهر كشخص مؤثر وناجح ومتقن لعمله، أو قد يكون شخص غير مكتمل الخطة، أو قد يكون شخص غير مكتمل النجاح. ما خلصنا بعد ما بنوصل لمرحلة التنفيذ، فعنا مرحلة كتير مهمة هي مرحلة المتابعة والتقييم. وهذا الأمر كثير من الأشخاص ما بيهتموا فيه، أنه أنا وصلت لهدفي هذا الشيء بكفيني وأنا ما في مشكلة أني موت بعد منها. لكن مرحلة التقييم هي مرحلة التطور. أنا بصحح بتطور، بصحح بتطور. كل هاي الأمور هاي إذا ما كنت حاططها بعين الاعتبار فمعناته أنا عندي مشكلة حقيقية في مرحلة المتابعة والحفاظ على نجاحي. أيضا قد أحيانا قد تنجح وتقع في خدعة ما بعد النجاح، واللي ممكن تؤديك إلى غرور، اللي هي خدعة أن لا تتابع نجاحك أو لا تحافظ على نجاحك. فانتبهوا من الخدعة، وكثير مهم أنه ننتبه لنا وخاصة بسن الشباب. أحيانا بنلتفت للزواج، بنلتفت لأشياء تانية، وبنعتقد أنه كفينا نجاحنا وبالتالي ما عاد نحن بحاجة أنه نتطور أكثر من هيك. هي خدعة كبيرة، رح تكتشف بعد 5 سنين أو 6 سنين أنه أنت للأسف ما عدت أنت شخص ناجح، لأنه في غيرك سبقك لهذا النجاح. كثير من الأشخاص بيعتقدوا أنه لا يوجد فرق بين الإتقان والنجاح، يوجد فرق كبير. وهون الصدمة، ليس كل شخص متقن قد يكون ناجح، ولكن كل شخص ناجح هو شخص متقن. كيف بتصير هاي المعادلة؟ حكينا نحن عن مراحل النجاح. لما أنت بدك توصل إلى مرحلة الإتقان فأنت بدأت بالنجاح ولكن لم تنجح
كنتيجة. أنت وصلت إلى مرحلة أنت تتقن عملك، ولكن يوجد عنصر مهم غايب عنك اللي هو الإبداع. أنا حكيت عنه من شوي أنه الإبداع هو التطور. إذا ما كنت شخص مبدع في مجالك فأنت لست ناجح، أنت متقن. يعني أنا ممكن أتقن صناعة السيارة، ولكن إذا لم أستطع كل فترة أني أنا أطور بموديل السيارة بالتقنيات الموجودة في السيارة، فأنا إذن عندي مشكلة في النجاح، أنا لم أنجح، أنا ما زلت أتقن عملي. لهيك بنشوف كتير أشخاص على مدى 30 سنة عم بيشتغلوا شغل واحد ولكن ما عم بيحققوا نجاح بمعناه الحقيقي، وهون خدعة النجاح ولازم ننتبه لإلها. خلوكم صاحيين دائما ولا تفكروا كل نجاح هو نجاح حقيقي.